السلام عليكم. التحديات التي تبرز بين فترة وأخرى داخل معسكر الشرعية تضع المشروع الوطني الذي يقاوم لاستعادة الدولة داخل مربعة التكهنات المتضاربة حول مسألة واحدية الأولويات المعلنة بالنسبة للقوى المنضوية في الشرعية والتحالف العربي المساند لها. ترتيب البيت الداخلي للشرعية والتحالف من الناحية السياسية بات ضرورة أكثر من أي وقت مضى، بما يضمن عدم الخروج على هدف استعادة الدولة. تحديات ذات أولوية ملحة للمعالجة بشفافية وعقلانية صارمة، كونها مهدد أكيد لاستعادة الشرعية والدولة وتحقيق الأمن القومي الإقليمي والعربي، وهي الأهداف المعلنة لدول التحالف العربي. من بين تلك التحديات التشكيلات العسكرية فوق الوطنية والجماعات العسكرية ما قبل الوطنية، وكذا عدم تكامل أدوار دول التحالف العربي في نسق وظيفي تكاملي للاستراتيجية الوطنية المفترضة. فهل نحن أمام منعطف جديد من حضور الدولة في المناطق المحررة؟ وما هي الأولويات والمعالجات اللازمة التي يجب أن تقوم بها الحكومة الشرعية لتثبيت حضور الدولة والحد من أي حضور للتشكيلات التي تقدم ذاتها فوق الدولة؟ حول ذلك ستكون حلقة اليوم من المساء اليمني. ينضم لي للنقاش حولها في الاستوديو أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان. أهلا بك دكتور. أهلا، مساء الخير. إذن مشاهدينا الكرام، نبدأ النقاش مع الدكتور وبقية الضيوف، لكن قبل ذلك نشاهد هذا التقرير. هنئ الشعب اليمني بمناسبة العيد 11 فبراير. من هنا، من خلف هذه الكثبان الرملية في بيحان شبوة، تحضر ثورة فبراير المشروع الوطني الكبير يتجلى بتفاصيله في ملامح هؤلاء ونبرات أصواتهم وخطاهم نحو استعادة الدولة. على الضفة الأخرى تبرز أحداث أليمة يتصدرها أصحاب المشاريع الصغيرة بأطماعهم الأنانية. ذهنية السطو على مربعات الدولة بغرض الفيد والغنيمة أو بغرض أجندة يمليها طرف إقليمي بعينه يقوم بدور وظيفي على حساب دولة كل اليمنيين. من تعز إلى عدن تحضر القوى المضادة للدولة، وإن كانت تعمل تحت لافتة الشرعية إلا أنها تمضي على خطى المسلك المضاد للدولة. ومن ضمن ذلك المسلك المضاد أولئك الذين تركوا رفاق الكفاح والسلاح في خط النار وعادوا إلى شوارع المدن ومرافقها الحيوية ليقيموا مقاطعاتهم الخاصة بمعزل عن الدولة. الإرباكات الحاصلة في عدن وشارع جمال بتعز وتداعياتهما تقرع أجراس الإنذار لأهمية ترتيب البيت الداخلي للشرعية والتحالف، بما يضمن عدم الخروج على هدف استعادة الدولة كمظلة للشرعية والمشروعية، بين إسناد استعادة الشرعية ومحاولة أطراف إقليمية تقديم أولوياتها الخاصة. يبدو الفرق أكثر جلاء من خلال شواهد أفرزتها اللحظة الراهنة، وهو ما انسجم مع تحذيرات مراقبين حول مآخذ تقديم شكل جديد من أشكال الهيمنة والانتداب وتقديم الأولويات الوظيفية على الأولوية اليمنية، وفي مقدمتها حضور الدولة في المناطق المحررة. الأيام المقبلة كفيلة بإزاحة الستار عن الارتباك الحاصل في مشهد حضور الدولة في المناطق المحررة، وهو الارتباك الذي أفصح عن تشكيلات عسكرية ما قبل وطنية تعمل بمعزل عن الدولة الشرعية وعلى الضد من حضورها أيضا. إذا نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام وبضيفي هنا الدكتور عبد الباقي شمسان وببقية الضيوف الذين سينضمون لنا تباعا. دكتور، إذا ما بدأنا، هناك تحديات تبرز مع الوقت كل حين وآخر إلى السطح بين فترة وأخرى داخل معسكر الشرعية. لو بدأنا بالحديث عن هذه التحديات، هل هي بحد ذاتها سبب أم هي نتيجة لأسباب أخرى؟ هي الأسباب بنيوية، نظراً لأن المعالجات لم تكن استراتيجية، يعني لم تستطيع توصيف المعطى اليمني، وبالتالي وضع استراتيجية استعادة سلطة ودولة من خلال توصيف دقيق للمعطى المحلي والإقليمي والدولي. وبالتالي أعتقد أن هذه التحديات أصبحت الآن تشكل بنيوي، والتحدي البنيوي لابد من ترتيبه من منظور استراتيجي ومن منظور عقلاني، وعقلاني صارم. بمعنى نحن الآن في الحلقة هذه يسمى في العقلانية التواصلية، بمعنى التقييم، نتابع ثم نقيم بشكل مستمر. أعتقد أن لو تابعنا
هذه التحديات هي متوقعة. ولو رجعنا للمقابلات السابقة نحن نبهنا من أن هناك إفراغ للجيش الوطني من مضمونه الوطني، وهناك تشظي في الهوية، نوع من التشظي أو نوع من تشظي الهوية اللي هو ما زال في مرحلته النفسية وفي مرحلته، وهناك من يغذيه. هناك لدينا أيضا أن لما يكون معك الجيش مفرغ من وظائفه، بالتالي عليك أن تقوم ببناء جيش وإملاء فراغ أمني وتقوم بعمل، ولما يكون عندك شظي في الهوية وتمزيق النسيج عليك أن يكون معك جهاز إعلامي يعمل على سرعة توحيد الذاكرة وتحفيزها بما هي تتسق خلف أهداف بعيدة المدى. لهذا أنا لو لاحظنا ستلاحظ يعني طبعا التحديات المشهد اليمني تنطلق من التالي. الذي يشاهد من الخارج يعتقد أن السلطة تدير زمن انتقالي، نحن لا ندير زمن انتقالي. حتى من يديره إذن؟ لا، بمعنى تدير زمن انتقالي بمعنى أنك تريد أن تحدث انتقال في السلطة في بيئة سليمة. اكتشفنا كلنا بما فيها النخب بما فيها نحن اللي كنا مهتمين بالحقل السياسي أن هناك ثورتين مضادتين في اليمن، ثورة مضادة يعني بدأت في السبعينات مع السلاليين الإماميين، وهناك ثورة مضادة من 2011 يقودها المخلوع صالح. هذا عنصر مهم. ونحن تعاملنا من فترة المبادرة الخليجية حتى انقلاب سبتمبر كأننا ندير زمن انتقالي. الشباب انسحبوا من المشهد وسلموا المشهد للاعبين السياسيين الفاعلين السياسيين من أحزاب وتنظيمات، وكأنهم يديروا زمن انتقالي لتنفيذ استراتيجية مبادرة خليجية لإحداث الانتقال. بينما الخطير أن الجماعات التي كانت تسمى شريكة، أحدهما انطلق في ثورة مضادة من السبعينيات منذ عودة الملكيين والجمهورين والآخر، بالتالي كيف يمكن لك أن تستعيد جغرافية وطنية ومؤسسات وطنية في ظل أن لديك ثورات مضادة بأهداف سلالية وعائلية، وهناك دعم إقليمي، وهناك استراتيجية دولية؟ طيب، يعني من بعد أن بدأ التحالف دكتور عبد الباقي ربما ذهبت الكثير من يعني التحالفات الأخرى أو الدعم الإقليمي تم بشكل كبير الآن في يصب في مصلحة الشرعية اليمنية كما هو معلن على الأقل. الآن هذه الأحداث المتكررة لماذا تبرز؟ يعني الآن في هذا التوقيت ما الذي دفعها للعودة إلى الواجهة من جديد؟ الذي دفعها أن الدول التحالف والسلطة الشرعية رهنت على الفعل العسكري لاستعابة السلطة ومؤسسات الدولة. ولا تنسى أنها تركت البنك المركزي بيد الحوثيين الذي يمنحهم المال ويدير حياة المواطنين لمدة سنة ونصف تقريبا. أنت تدير أنت، ولاحظنا من خلال هذه الأخطاء أن الفعل العسكري في إدارة عمليات صراع لاستعابة السلطة والشرعية، وعندما تكون فاقد لجيش وطني ومؤسسات الأمن تتبع المخلوع صالح وهناك ميليشيات عسكرية إرهابية في البلد، المسألة ليس فعلا عسكريا، المسألة تتعلق بي أولا لم يتم تهيئة عدن كمدينة جاذبة لكل اليمنيين وعاصمة مؤقتة بديلة بما يسحب ويعمل تجميع للنخب اليمنية، تجميع رمزية الدولة ورمزية الرئيس في مدينة، أقولها بوضوح. وأنا وعاصمة مؤقتة لليمنيين، العاصمة مؤقتة وقد هيئت من 1800 مع الإنجليز عندما أرادوها أن تكون ما يسمى كوزموبوليتي بمعنى مدينة كونية مفتوحة على الآخر، وقاموا بتغيير البنية الديموغرافية، جابوا هنود وصومال وتركوا أبناء الشمال، بالتالي أصبحت المدينة لديها رصيد ما يسمى رسمال بقبول الآخر. كيف تقبل أنت وسلطة شرعية عندما تعود وحتى هذا الرسمال التاريخي تخسره وتقوضه، أن تكون عدن مدينة لكل المدنيين اليمنيين وبنفس الوقت لا ترفض الآخر بل تستوعبه؟ وبالتالي يبدو لي أنه كان خلل من دول التحالف أنها قامت بتوزيع الأدوار دون أن يكون لديها استراتيجية. اثنين، لم تهيئ مدينة عدن، كان هناك رفض الأبناء الشمالي لأبناء المنطقة الشمالية تحت مبرر الفراغات الأمنية، كان هناك عدم بناء جيش وطني ومقاومة وطنية تخضع للمؤسسة العسكرية لا تكون فوق وطنية، أي أن تتلقى أمرها من خارج الجغرافية اليمنية وخارج السلطة، ولا تكون مقاومة لجماعات ذات مصالح داخلية. بالتالي طيب حدثنا أكثر عن هذه النقطة، التحديات البنيوية الملحة لمعالجة هذه الإشكالات. نحن الآن في لحظة
اعتقد ان ما حدث من 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 اشكاليات نقول في تعز وفي عدن مؤخرا تستوجب وفقا لاي جماعه لديها مشروع ان تقف وتعيد الاستراتيجيه. اول خطا استراتيجي اقوله ان دول التحالف اضعفت السلطه الشرعيه. يعني كان المجتمع الدولي يسعى نحو ماذا؟ نحو ايجاد تسويه هشه ليكون طرفيها الحوثي وصالح. طيب كيف يمكن لك ان تذهب الى تسويه واضعف طرف فيها السلطه الشرعيه؟ كيف يمكن؟ من سيصنع القرار؟ سيصنع القرار من يمتلك القوه. الان ما المطلوب؟ ارجو ان بس اوضح المطلوب الان ان تكون السلطه الشرعيه هي العنصر المؤثر والقوي وتجمع قيمه الدوله والسلطه ممارسه وفكره وحتى استدعاء من المواطنين في الجغرافيا الخاضعه للهيمنه. يستدعوا الدوله عندما يشاهدون الدوله في الجغرافيا المحرره يتم استدعاء هذه الدوله. بالتالي يجب ان تكون هناك ممارسه السياده الوطنيه في مدينه عدن كعاصمه جاذبه لكل اليمنيين. يجب ان تكون اليمن هي السلطه هي الشريك لمكافحه الارهاب ولا تترك فراغ لأي وكيل محلي آخر يقدم نفسه للغرب أنه وكيل لمكافحة الجماعات المتطرفة والدواعش. يقدم نفسه للغرب أم حتى لدول الإقليم؟ للأمريكا والإقليم، لا الإقليم التي هي والإقليم أيضا عفوا والإقليم. ولكن إيران في إطار الاستراتيجية الدولية أنها تكون هي المهدد الرئيسي في المنطقة ولها أذرع. بالتالي الآن فرصة مع التحول للإدارة الأمريكية أن يكون السلطة الشرعية شريك في مكافحة الإرهاب سواء القاعدة أو الحوثيين كجماعة إرهابية نحن نعتبرها إرهابية كان تصنيفها أنها غير إرهابية لأسباب سياسية وجيوستراتيجية. بالتالي لدينا أيضا عنصر آخر إدارة الحياة اليومية يعني العنصر قبل إدارة الحياة معنا الجانب العسكري اللي هو عامل لنا أزمة. طالبنا منذ البداية قلنا أنه العمليات العسكرية والمقاومة في الميدان تخلق قيادات وتدخل تضحيات. كيف يمكن لك أن تجعل هذه المقاومة تخضع لتراتبية عسكرية بما يجعل هذا الفعل فعلا وطنيا عسكريا خاضع للضبط وليس ما قبل وطني بمعنى أنه تخلق جماعة ارتزاق جماعة مصالح جماعة تحس أنها قدمت وتخلق أمراء حرب يعيشون من الفوضى. بالتالي ليس الهدف من دمج المقاومة أن تكون مجرد ترقيم ومرتبات، لابد أن يكون هناك عمل مؤسسي أفقي هرمية عسكرية صارمة ضبط في 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 يعني نبدأ من البداية. يعني المخلوع صالح ترك لنا عشرات مئات الآلاف من القوات المسلحة الوهمية، بالتالي نحن كيف نبدأ نؤسس على أرقام وهمية؟ كيف يمكن لك أن تضبط الفعل المقاومة في الفعل الوطني داخل تراتبية؟ بالتالي عندما تسمح في عدن أن يكون هناك قوة حضرمية وحزام أمني هنا ولا يخضع للجنة الأمنية المشتركة أو للقائد العام للقوات المسلحة، كل هذا لا يستدعي لا يخلق لا يعيد السلطة الشرعية، يخلق صراع أمني، يخلق صراع مصالح، يجعل الرئيس الفعلي والسلطة الشرعية أضعف طرف وغير قادر على ممارسة سياسة القانون. بالتالي أعتقد أن المدخل العسكري والأمني مهم. إدارة الحياة اليومية بمعنى الآن كيف تترك إدارة الحياة اليومية من كهرباء ومياه ومرتبات وأمن وأمان وتنظيم المرور؟ قلنا في مسائل اليمنيين لا يركزوا عليها، تعرف أنه تنظيم المرور وضبط المرور وضبط الشوارع وحتى الحفلات ومعارض الفنية هي نوع من تحفيز الذاكرة. طيب دكتور سنتحدث عن هذه النقطة، لكن ينضم لنا الآن المستشار وزير الإعلام الدكتور فيصل العواضي من الرياض عبر الهاتف. مساء الخير دكتور. مساء الأنوار عليك وعلى الإخوة المشاهدين وعلى ضيفك الكريم. أهلا بك دكتور. هناك نتوءات تبرز إن صح يعني التوصيف أو يعني إن صحت الكلمة تبرز بين فترة وأخرى في المناطق المحررة. هل نحن الآن أمام إشكالية حقيقية بالنسبة للسلطة الشرعية من وجهة نظر مقربة للحكومة؟ أولا دعني أطمن الإخوة المشاهدين الكرام أن عمر الحكومة الطبيعي الفعلي هو من بداية 2017 أو منذ عودة الأخ الرئيس والحكومة، لكن بداية 2017 فعليا تم وضع موازنة وتم وضع خطة وبدأت الحياة تسير
يعني بأن الدولة بدأت تعود فعليا عبر تواجدها بخدماتها وفي مقدمتها إعادة ترتيب البيت الأمني بالذات يعني في المناطق المحررة. لا قلق طبعا، دائما الحروب تخلق معاقين نفسيين أكثر من المعاقين الجسديين، والإعاقة النفسية هنا توهم أطراف كانت مقاومة أنها يعني قدمت أشياء كثير وضحت وبالتالي تريد أثمان، فتصبح تفرض نفسها كشريك وليس مثلا كجزء مكمل في النظام، لكنها أحيانا تتناسى أنها جزء من النظام وتحاول أن تكون ندا للنظام على قاعدة أنها لديها استحقاق نضالي واستحقاق ما قدمته أثناء الكفاح. هذه عادة أو سنة تكاد تلازم مراحل ما بعد الحروب، لكن إن شاء الله البيت الأمني سيترتب قريبا. طيب الآن يعني الأمر غير واضح بالنسبة ربما لكثير من اليمنيين، هناك بيت داخلي بالنسبة للشرعية والتحالف العربي الذي تدخل تحت طلبها بدرجة أساسية، وهذه الحالات تتكرر، كيف يمكن ترتيب هذا البيت بشكل أوضح؟ هل هناك خطوات جادة في هذا السبيل؟ أولا الأخ رئيس شكل لجنة أمنية في عدن وبدأت تمارس مهامها. بالنسبة لمطار عدن طبعا تقرر أن يدار من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية حتى يتم تدريب الكوادر الوطنية التي تستطيع النهوض يعني بإدارة المطار، سواء إدارة أمنية أو إدارة لوجستية. بقي شيء وهو أن 33 عام من الخراب ومن جرع الألغام والخلايا النائمة والقنابل الموقوتة حتى البشرية لا يمكن أن نتجاوزها بسهولة. نحن نعرف أن المخلوع عفاش يعني، ولا نريد أن نجعل منه شماعة نعلق عليه قصور أو أخطاء، لكن فعليا الرجل لم يكن عنده أي مشروع للوطن، وكان يعرف أن أوراقه ستكشف قريبا آجلا أو عاجلا ويتضح للشعب صورته الحقيقية، لهذا كان يحتاط بزرع يعني الكوادر الخلايا النائمة، الكوادر التي تقوم بالتخريب لتشويه أي مرحلة لاحقة يعني، أو للانتقام من الشعب الذي إذا اكتشف حقيقته سيكون رد فعله قاسيا. فالرجل لازلنا نعاني مما زرعت يداه خلال 33 عاما. لكن إشكالية الدكتور أن هناك من يطرح أن الحكومة الشرعية أحيانا في بعض المواقف تقوم باستخدام ذات الأدوات أو ذات الطريقة في التفكير التي كان يقوم بها المخلوع صالح في إدارة الدولة وفي إدارة الملفات حتى مع التحالف العربي، هل يمكن الخروج من هذه العباءة بشكل أو بآخر؟ هو قد تتشابه الوسائل لكن الغايات، نحن هنا نتساءل عن الغايات، يعني الوسائل أو الأشخاص يعني نحن نستشهد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من قال هلك الناس فقد هلك. نحن لا نقول أن كل من عاش في أيام المخلوع أو كان حتى جزء من نظامه يعني أنه غير صالح أو غير موثوق به، لا، نحن هذا جيل كامل يعني 33 العام ليست بسيطة في حياة الشعوب، يعني جيل ولد حتى وصل إلى هذا السن في ظل حكم علي عبد الله الصالح وتشرب هذه الثقافة، لكن لا نقول أن الكل فاسد. الحكومة الشرعية قد تستخدم يعني قد تستخدم نفس الوسائل لكن لغايات نبيلة، لغايات شريفة، ليس للغايات التي كان يستخدمها النظام السابق. يعني حتى في التعامل مع دول التحالف التي يعني دكتور هي تدخل في نهاية المطاف بطلب من الحكومة الشرعية من الرئيس عبد ربه ومنصور هادي، وهذا الأمر كان واضح حتى في الإعلان الذي كان حينما بدأت عمليات عاصفة الحزم في سبتمبر من 2015. التعامل الآن مع دول التحالف تعامل واضح جدا ويعني في شفافية وصدق، سواء من قبلهم
أو من قبل القيادة السياسية والحكومة. لا يوجد إشكالية، يعني الإشكالية هي في يعني في وجود، قلت لك، الخلايا النائمة، في وجود اختلالات لا ليست مرصودة أو لم تكن في الحسبان. هذا الذي يخلي أحيانا قد تكون رؤية التحالف الضبابية إلى حد ما، لكن سرعان ما تلجأ إلى السلطة وتستبشر منها، والسلطة الشرعية أو الحكومة الشرعية تقدم رؤيتها، كما حصل في مشكلة مطار عدن الأخيرة. تم حل المشكلة واحتوائها، والآن يعني لنجعل أو لننسى أنه كانت هناك مشكلة عدن، أعتقد مشكلة في مطار عدن. أعتقد أن الاثنين القادم ستصل الكوادر من الإخوة السعوديين لاستلام المطار، ولن يكون هناك أي إشكالية. يعني هذا الأمر مؤكد دكتور فيصل؟ نعم، اليوم كان هناك اجتماع بين يعني لجان فنية وعلى مستوى القيادة السياسية، وتم الاتفاق النهائي على هذا الموضوع، على أن تتولى المملكة العربية السعودية بطلب من الرئيس هادي إدارة مطار وتشغيل مطار عدن حتى يتم تدريب الكوادر الوطنية. وتم الاتفاق، والإمارات كعضو في دول التحالف باركت هذا الاتفاق وأبدت استعدادها لتقديم كل أوجه الدعم الذي يطلب منها. إذن أشكرك دكتور فيصل العواضي، مستشار وزير الإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. أعود إليك دكتور عبد الباقي شمسان، كان لديك تعقيب على ما قاله الدكتور فيصل، تفضل. التعقيب هو أنه ينبغي ألا نستمر في ما يسمى يعني توزيع حبوب الإسبرين بهذا الحديث، يعني أنه الدولة 2017 تأسست عادت، هذه معركة شديدة متعددة معقدة. يعني هل هذه سياسة السلطة تقوم على رد الفعل وليس على الفعل الاستباقي، على رؤية استراتيجية؟ كيف لك أن تدير معركة دون وضوح الرؤية مع دول التحالف عن كيفية تكامل؟ هو يتحدث عن رؤية واضحة، أهداف واضحة بالنسبة لهم، أهداف معلنة واضحة، وهناك رؤى، والآن هناك اتفاقات كما يقول. هذه كلها خطاب. عندما نحن كلنا نتابع ماذا يحدث، أن كان هناك تركيز على الفعل العسكري، لم يتم الرؤية كيف سيكون شكل اليمن، كيف توزع القوات في الميدان، كيف يمكن أن نساهم لكل سلطة شرعية رؤية في كيفية تعزيز مكانتها في الحقل السياسي. يعني في أمور، يعني هل تقصد أن الحكومة الشرعية لم، يعني غير واضح ما الذي قامت به منذ بدء عاصفة الحزم إلى كما يقول الدكتور فيصل عواضي في 2017؟ أشعر هكذا بوضوح، أنها مركزة كيف تزيح الحوثيين والمخلوع صالح وتدخل إلى الجغرافيا. هذا ليس هدفا، هذا نستطيع نحدثه بالقوات العسكرية. الاستعادة ليس عسكرية، ليست جغرافية نستعيدها بقوات السلاح. هناك قوات سلاح، هناك أيضا أنا لدي ضغط دولي كان يريد مني أن أذهب إلى تسوية هشة، لدي ضغط دولي مدعوم إقليميا بإيجاد الحوثيين كطرف أصيل على شاكات حزب الله، لدي ضغط دولي لاستمرار المخلوع صالح في الحقل السياسي، لدي ضغط دولي لتكون صناعة القرار منطقة هشة وقابلة للصوملة، لدي تخوفات من فك ارتباط الشمال على الجنوب في لحظة تاريخية غير مناسبة لفك آمن، لدي يعني تحديات تتمثل بتشظي المجتمع اليمني إلى عدة أقاليم، لدي تحديات اقتصادية. عندما أعود للجغرافيا يكون عندي رؤية، الرؤية الأولى إملاء الفراغ الأمني، طالما القاعدة ورقة ضغط من قبل المجتمع الدولي أن السلطة الشرعية غير قادرة على إدارة الصراع وغير قادرة على حماية الجغرافيا، وتمت عمليات متكررة في نفس المكان، وبالتالي كيف لك ألا تملى الفراغ الأمني؟ لديك تحديات أنه ليس لديك جيش وطني تم إفراغه، ولديك ميليشيات وميليشيات إرهابية تابعة للحوثيين، وأنت لا تقوم بدمج المقاومة والجيش الوطني في هرمية تراتبية خاضعة للقائد العام للقوات المسلحة، ولا توحد الجهاز الأمني. لديك خوف من تشظي البلد، وأنت تمنع العاصمة عدن من بقية اليمنيين، وهناك نفور والدخول في البطاقة والنهب، أي كلام هذا. لديك مشروع بديل للمواطنين يعطي اطمئنان، وهناك نهب وسرقة، وهناك عدم انضباط الأمن بقية المدن، أين ذلك؟ لديك شهداء وجرحى،
لا تستطيع أن لديك ملف واضح لمعانقة القرحة وإكرامهم بما يحقق لهم الرضا والتكريم الوطني. وبالتالي عندما نكرم أسر الشهداء فإننا نمنح هذه الدولة قيمة، الدولة قيمة مضافة، وبنفس الوقت نعطي للبقية بالتدفق نحو المعسكرة. ثالثا، لديك الجانب الإعلامي الذي لديك، نعلم مسبقا أن النخلوع صالح خلق ما يسمى بهوية وطنية متشظية، وكان هناك دراسات تقول لم عندنا أزمة هوية وطنية ناتجة عن السياسات الإقصائية للمخلوع صالح. كيف يمكن حتى اللحظة لم لا تحرك الملف الإعلامي؟ لديك تحدي حقوق الإنسان الذي أنا أعتبره فعلا أقوى من الفعل العسكري، وحتى الآن ترك المخلوع صالح الحوثيين يحركون الأموال، يتفرغون للاتصالات. أين ملف حقوق الإنسان؟ أين توظيف لجنة دولية التي عملت تقرير تجرم الحوثيين وأنهم معيقين؟ لماذا لا يتم تحريك هذا الملف دوليا؟ ولماذا ترك ولد الشيخ دائما يطرح الطروحات دون التركيز على العدالة الانتقالية؟ لديك أيضا المدخل الإنساني، هناك ضغط دولي وتقارير دولية، وأنا أستطيع أعيدك منذ انطلاق المعارك ونحن تقارير دولية طيب. أن هناك تدهور في الأحوال الإنسانية. لماذا لا يكون هناك مركز سلمة موجود؟ لكن كيف لي أن أقدم الدعم الدائم للمواطنين من خلال السلال الغذائية وإيجاد مناطق آمنة لليمنيين، بما لا يحدثنا أمام حرق أن الشعب اليمني ذاهب نحو الهلاك وأننا لدينا مجاعة ولدينا هكذا، عليكم أن توقفوا. ونحن منذ سنة نتحدث عن وقوف هذا العنصر، أين هو؟ بالتالي عندما نتحدث أننا جينا الآن، أي كلام من هذا؟ أي كلام نسمعه الآن يتحدث أننا هذه سياسة ردة فعل؟ أين الاستراتيجية تعزيز السلطة؟ أين استعادة الدولة في ذاكرة المواطن اليمني متجسدة بالرئيس ومتجسدة في ذاتها؟ أين الممارسات في الجغرافيا المستعادة كدولة بما يجعل بقية المواطنين في الجغرافيا تحت الهيمنة تستدعي الدولة وتريد ذلك النموذج؟ بالتالي هؤلاء يتحدثون عن هراء، يتحدثون عن تعيينات مخجلة، يتحدثون ما في استراتيجية هناك. ننتظر حتى يقول هذا طارئ، ما حدث في عدن طارئ، عندما تشكل الحزام الأمني كان طارئا، عندما تحدث 20 عملية اغتيال كانت طارئة، عندما الآن يتم اللعب بالتلاعب بالعملة كان طارئا. أي كلام من هذا؟ عندما نتحدث عن 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 المدخل الإعلامي حتى الآن هذا الهراء، هل أي كلام من هذا يتحدث حتى الآن؟ لا نسمع حتى عن يعني عن برنامج إعلامي، عن برنامج يتعاون مع الذاكرة. أين بيوت الخبرة التي تضع لنا مشاريع؟ هذا كلام نتحدث عن كلام أنه حدث شيئا طارئ. أي شيئا طارئ والمواطنين لا يدخلون عدن؟ طيب دكتور، دعنا نكمل الحوار في هذه الحلقة، لكن قبل ذلك نذهب إلى فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. قبل أن أواصل مع ضيفي دكتور عبد الباقي شمسان، ينضم لنا الآن مشاهدينا الكرام رئيس مركز مسارات للإعلام الأستاذ باسم الشعبي عبر الهاتف من عدن. مساء الخير أستاذ باسم. مساء النور، أهلا بك أستاذ باسم. إذا ما بدأنا معك بالحديث عن الإرباك الذي حاصل ولا تزال ربما بعض من أثاره مستمرة في عدن خلال الأيام الماضية والآن، ما أسبابها من وجهة نظرك؟ في الحقيقة هناك أسباب كبيرة جدا للوضع القائم في عدن الآن، وهو يعني وضع أستطيع أن أصفه بأنه وضع مايع لا وجود للدولة فيه، وإنما نحن في وضع الدولة، وهذا طبعا بسبب أن القيادة الشرعية اليمنية أو الشرعية اليمنية ما تزال غارقة داخل الدولة العميقة، ولم تستطع الانتقال من الدولة العميقة إلى دولة التغيير أو دولة الثورة. في الحقيقة ربما هناك تحديات كبيرة تقف أمام القيادة الشرعية أو الشرعية اليابانية، لكن لا نستطيع أن نعفيها من مسؤوليتها فيما يحدث الآن في مدينة عدن من حالة تشكل للوضع الميليشياوي الذي يسبب إرباك كبير جدا في مدينة عدن، وأيضا يعمل على تضخيم يعني توسع أمراء الحرب على حساب يعني مشروع الدولة، على حساب مشروع المؤسسات في مدينة عدن. هناك في الحقيقة يعني وضع يعني في عدن هو وضع الدولة أنتج كل هذه الأخطاء
من قبل يعني قيادات المقاومة والقيادات التي ذهبت إلى مؤسسات الدولة وحاولت السيطرة عليها وتم دعمها من طرف هنا وطرف هناك. وبالتالي هذه الحالة ظلت قائمة منذ التحرير وحتى الآن. قدمنا كثير من المناشدات وأيضا الرؤى والأفكار بالمشاركة مع منظمات المجتمع المدني لإيجاد حلول لهذه الحالة المتفسخة في مدينة عدن، لكن للأسف الشديد كل هذه المقترحات والآراء لم تلقى أذانا ساغية من قبل القيادة الشرعية ومن قبل التحالف العربي ومن قبل السلطة المحلية حتى في مدينة عدن. وكأن هناك وكأن كل طرف يعمل على تعزيز حضوره وتعزيز قوته في مدينة عدن على حساب الأطراف الأخرى، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى حالة من التصادم بين هذه القوى في مدينة عدن. يعني الآن كل قوة تريد أن تبني لها مركز قوى داخل المدينة بدل ما تكون جزء من الحل في إطار مشروع الدولة الاتحادية للبلاد، تتحول إلى جزء من المشكلة وتعمق مشكلة الدولة في مدينة عدن وتنتج وضع الدولة في المدينة التي تغرق فيه المدينة والعاصمة عدن في حالة من الفوضى على صعيد الخدمات، على صعيد الجانب الأمني، على صعيد إدارة مؤسسات الدولة. هناك غياب لعملية التراتبية في إصدار القرارات والمسؤولية في الإشراف على هذه على مؤسسات الدولة. السلطة الشرعية منحت الفرصة كما يبدو لدولة الإمارات العربية المتحدة الإشراف على بعض مؤسسات الدولة في مدينة عدن دون العودة والرجوع إلى السلطة الشرعية، وأيضا هناك أيضا السلطة المحلية في مدينة عدن أيضا أصدرت قرارات مختلفة للإشراف على كثير من مؤسسات الدولة. هناك فجوة بين قصر معاشيق وما بين التحالف العربي الإدارة التحالف العربي في عدن والسلطة المحلية. طيب أستاذ باسل، في مدينة عدن هناك عدم تنسيق بين القوى الثلاث في مدينة عدن قادنا في الأخير إلى حالة من الإرهاب. طيب أستاذ باسم، أنت تحدث معنا من عدن قبل قليل، تحدث على أن كان هناك حلول قدمت من منظمات المجتمع المدني، كذلك مقترحات. الوضع الاجتماعي في عدن هل يشهد ذات الانقسام الذي يحصل في السلطة أو الذي تتحدث أنه يحصل في السلطة الآن، أم أن الأمر مجتمعيا هو أقرب إلى فكرة يعني الدولة، حضور سلطة واضحة لدى الجميع تنتظم بأوامر المجتمع؟ ما الذي يقوله في عدن؟ المجتمع يعيش في حالة من القلق والترقب، لا سيما بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها مطار عدن الدولي. هناك مخاوف لدى الناس من تغذية الصراع في مدينة عدن بين الأطراف التي نمت وتضخمت من خلال يعني المقاومة الشعبية والحرب في مدينة عدن، وكل هذه الأطراف تمتلك سلحة وتمتلك معسكرات في مدينة عدن. هذه المعسكرات الموجودة في مدينة عدن لا تنتمي إلى الدولة الوطنية بل تنتمي إلى ما قبل الدولة الوطنية. هذه المعسكرات في مدينة عدن هناك يعني كما يبدو يعني خطة نفذت لإعداد ألوية ومعسكرات في مدينة عدن مناطقية تنتمي إلى مناطق بعينها، وليست يعني هذه المعسكرات تمثل النسيج الاجتماعي للدولة في مدينة عدن. هذه إحدى المشاكل التي الآن تعتبر إحدى محفزات الصراع في مدينة عدن. إذا لم تخلد القيادة الشرعية وهذه القوى إلى رشدها في مدينة عدن وتعيد مراجعة حسابها ضمن خطة شاملة لإعادة بناء المؤسسات والتغيير في مدينة عدن، كان على القيادة الشرعية أن تقدم للتحالف العربي رؤية حقيقية عن رؤيتها للتغيير وإعادة بناء المؤسسات الدولة في مدينة عدن حتى تستطيع أن تعمل بتنسيق مشترك مع دول التحالف وتحديد الأولويات في تنفيذ هذا المشروع. لكن هذا المشروع كما يبدو غايبا، وبالتالي خلق نوع طيب من الفراغ في مدينة عدن أدى إلى اجتهاد بعض العناصر التابعة للمقاومة والميليشيات المقاومة في عدن اجتهدت لتنفيذ يعني طيب بعض باسم القرارات وبعض التصرفات في مؤسسات الدولة انعكست في الأخير في حالة أزمة في مدينة عدن. أستاذ باسم، الآن هناك نوع من الإرباك الذي يمكن أن يحس يعني انعكس على المواطنين، تضرر المواطنون من ذلك، هذا الأمر كيف انعكس على حياتهم على أمورهم اليومية حتى نفهم الصورة لمن هم يعيشون في العاصمة المؤقتة؟
الحالة الطبيعية في مدينة عدن والناس تتحرك بشكل طبيعي في مدينة عدن والحالة مستقرة في المدينة وعادت الأمور إلى طبيعتها بعد أحداث المطار، لكن الناس في حالة من الترقب وتنتظر نتائج زيارة الرئيس عبد الرب المنصور هادي إلى العاصمة السعودية الرياض، وماذا سيخرج من خلال هذه الزيارة، ما هي الأجهزة الجديدة لإعادة تفعيل دور السلطة الشرعية في مدينة عدن، ما هي اختصاصات السلطة المحلية في مدينة عدن، ما هي اختصاصات التحالف العربي، ينبغي أن تحدد هذه الأمور بشكل يعني تنسيق مشترك بين الثلاث القوى الموجودة في مدينة عدن وأولويات كل قوة منها، ومن هي القوى التي تستطيع أن تشرف على الجميع وتشرف على مشروع التغيير والبناء إعادة البناء في المدن المحررة، لكن تترك الأمور هكذا للاجتهاد أعتقد أنه سيقودنا إلى توسع حالة الإرباك في مدينة عدن وربما السلام مستقبلا. الأمور في عدن هناك تطلع كبير جدا من قبل المواطنين لإحداث نقلة وإعادة بناء وتغيير في مدينة عدن لكي تكون عدن هي النموذج المحررة في اليمن، وبالتالي تكون هي مقدمة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ومشروع الدولة الاتحادية في اليمن، وبالتالي عدن ينبغي أن تكون نموذج لليمن ونموذج يستلهم تجاربه حتى من تجارب أخرى خارجية، ولكن ينبغي أن تكون لنا تجربتنا الخاصة لأن لدينا خصوصيات ولدينا أشياء موضوعية ينبغي أن نبني عليها مشروعنا الخاص بالنسبة لليمن. إذن أشكرك رئيس مركز مسارات للإعلام باسم الشعبي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. أعود إلى الدكتور عبد الباقي شمسان مشاهدين الكرام. دكتور، هناك نوع من ملامح لهيمنة يخاف البعض من المواطنين، ربما هناك كثير من المواطنين في حقيقة الأمر يخافون أن تعود هيمنة أطراف خارجية على داخل على أجندة الملف اليمني. هذا الأمر واقع؟ هل هذه المخاوف هذا من أين يأتي؟ يأتي شوف أعطى مقاربة ممتازة، يعني هو موجود؟ هو سأتي إليه، بس أولا سأعقب على الشعبي، كان مقاربة جيدة، أتى توصيف جيد للواقع، وأعطي عودة للعواضي الذي تحدث أن كل الأمور تمام وتم نقل، لا يوجد شيء، وتم نقل المطار إلى المملكة العربية السعودية. يعني ما الذي حدث حتى تم نقل؟ يعني كلام في خطاب. نحن بحاجة إلى أين الخلل؟ خلل السلطة الشرعية لا تمتلك رؤية مع دول التحالف لمشروع اليمن لكيفية إدارة البلد، كيف يمكن للدور لتتكامل أدوار دول التحالف مع السلطة الشرعية. السلطة الشرعية عندها وضوح لهذا التدخل، وضوح واضح، ليس كما هو خطاب أن هدفنا استعادة الشرعية واستعادة، أوكي هذا إعلان واضح أن استعادة الشرعية واستعادة الجغرافية، كيف؟ ما هي حدود التدخل؟ كيف حدود التدخل؟ كيف يمكن نتكامل؟ أين الخلل في إدارة هذا، في إدارة نحقق ذلك؟ بالتالي هذا التعامل الضبابي ووضع الرأس في الرمل هذا الذي يؤدي إلى هذه الكوارث. وأقولها بوضوح أيضا، ينبغي الآن أن نوقف كثيرا مع هذا الحدث ليتم لقاء بشفافية وصرامة مع دول التحالف كشركاء، لأن المسألة في اليمن تهدد الأمن القومي الإقليمي والعربي، بالتالي اللقاء مع الإخوة الإماراتيين هم شركاء فعليين في التحالف العربي وهم أشقائنا والمملكة العربية السعودية بقية الدول، بالتالي هذه الشفافية والرؤية الواضحة والحدود الواضحة هي التي تجنبنا مثل هذه الإرهاصات. اثنين، أقول لأولئك في عدن الذين يحلمون ويعتقدون أن إطالة المعارك في تعز وإن وضع السور على عدن واستمرار الاقتتال في الشمال حتى يتم تأثيث البيت الجنوبي يواهمون. وأقول لأولئك الذين يعتقدون أن يعني أن الجماعات العسكرية فوق وطنية التي تتلقى أوامرها خارج السلطة الشرعية أنها ستوفر أماما لهم أو لواهمون. الوضع أكثر تعقيدا من ذلك، وهناك تداخلات صعبة إقليمية ودولية، وهناك مجتمع لا يتحمل استمرار المعارك، وهناك ثورتين مضادتين تنتظرك. يا جماعة انظروا، أنت لا تواجه متطلبات حياة، أنت تواجه صراعا إقليميا ودوليا في المنطقة، أنت تواجه جماعتين لهم مشروع سلالي وعائلي، أنت تدير بلد لديك تراث دولة، أنت لديك مجتمع عنده أزمة هوية،
لديك مجتمع يبحث عن واقع جميل. بالتالي إدارة المعركة بهذه الشاكلة، أنت يعني منذ البداية لنؤسس جيش، منذ البداية ليس لدينا مؤسسة أمنية، منذ البداية ما عندناش رؤية اقتصادية، منذ نحن لا نعرف هوامير المال، لا نعرف كيف هوامير المال تلعب بالاقتصاد، لا نستعد للقاعدة المصطنعة والطبيعية، نترك تعز على هذه الشاكلة يعني مصارعة. كيف يمكن لنا أن أقنع المواطن في تعز أن السلطة الشرعية هذه قادرة على حمايتهم وهي غير قادرة على ضبط جماعتين؟ كيف يمكن لي أن أثق أن أقنع يعني شابا في الحديدة ليستمر في المقاومة وفي تعز أيضا وهو غير قادر على دخول عدن ويتم يعني معاملته بهذه المعاملة السيئة؟ بالتالي علينا أن نوقف. ليس عيب الوقوف، وعيب أننا نتحدث، ولا عيب نتحدث في وسائل الإعلام لسلطة شرعية. نحن في سفينة وحدثت أحداثيات، نحن في معركة واحدة مع الأشقاء في دول التحالف. كيف يمكن لنا أن نضع رؤية استراتيجية، رؤية واضحة المعالم؟ كيف يمكن لنا أن أنا أركز على عنصر ملف الإعلامي؟ حتى الآن نحن بحاجة إلى أن نرمم أو نحفز الذاكرة الوطنية، نحفز المشترك، الأمل المشترك بين المواطنين. حتى الآن لا نلاحظ في هذه النقطة دكتور، يعني الحديث عن السلطة الشرعية وكيف يمكن لها أن تعمل أو ما الذي يجب عليها عمله، ربما تحدثنا كثيرا، لكن ما الذي يعني كيف يمكن تهيئة المزاج الشعبي حول أهمية حضور الدولة والمعاني الدولة التي تتفضل بالحديث عنها الآن من خارج نطاق السلطة الشرعية؟ لأن هناك حديث أن هذه السلطة في نهاية المطاف هي مكبلة بسبب عدم وجود ميزانية وما شابه. حضور الدولة وكيف المواطن ليس بحاجة إلى تعبئة لإقناع أن الدولة موجودة. المواطن بحاجة إلى ممارسات، إلى وجود دولة في حياته اليومية، إلى توفير الصحة والغذاء والكهرباء والمياه، إلى أن يكون آمناً، إلى أن نعيد. تعرف في أشياء صغيرة ذكرتها في المقدمة، فلا حتى المعارض الفنية في عدن أو حتى إقامة حفلات أو حتى تنظيم المرور وضبط المرور يؤثر في شكل الدولة ووجود الدولة. هذا عنصر مهم، لكن أين المهم هو كيف نستدعي الدولة، كيف نستدعي الأمل المشترك، المستقبل المشترك؟ ما الذي يقلق المواطنين في الدنيا كلها؟ هو المستقبل. يعني عندما يكون هناك واقع مؤلم علي أن أخلق أن المستقبل المشترك ونحن معا هو أجمل. هذا لم نشاهده في الطروحات، لأن كل الذي نشاهده الآن يعني عمليات بهذه الشاكلة، دولة ضعيفة في أداء مهمتها، عدم القدرة على إدارة الحياة، اقتصاد، توزيع مرتبات إلى آخره، عدم العناية بالجرحى والشهداء وأسر الشهداء، عدم يعني خلق عاصمة مؤقتة جامعة. كل هذه الأعمال وكل التعيينات التي مؤلمة، هذه المؤلمة التي تعمل لنا إحباط في المستقبل. نحن بحاجة إلى أن الدولة، أنت تشاهد الدولة وتشعر بها حولك بقوتها المادية والقانونية، تشعر من انضباط في الشارع، تشعر بها في إدارة الحالية، وتشعر بها في ضبط الأمن، تشعر فيها في بعدين نأتي إلى ما يسمى تعبية الجماهير نحو الأمل المشترك، بمعنى المستقبل أجمل، نعطيه المخاطر، نعطيهم يعني كيف يمكن نتجاوز هذه المراحل. يكون هناك وضوح وشفافية مع الناس. لا، ملفات، المدخل الإعلامي. بدقيقة دكتور، تفضل. المدخل الإعلامي حتى الآن أنا كررته في أكثر من لقاء ولا يلتقط. اليمن بحاجة إلى تكامل هوية، وبحاجة إلى أن نخلق ما هو مشترك في المستقبل، يسمى الأمل المشترك، إن المستقبل أجمل. اثنين، هذا العامل لو حفزناه وشغلناه وحركناه بهذا المستوى، هذا مهم للغاية. إذا ما فهمنا، إذا ما قمنا بضبط الأمن وضبط الدولة واستحضارها، تجميعها دلاليا ومن حيث السلطة ومن حيث الوجود بشخص الرئيس وبشخص المؤسسات، سيظل الرئيس ضعيفا. وهناك حديث يقال أن هناك في إحدى المؤسسات هناك حوار، هل يضعون صورة الرئيس أو لا يضعون صورة الرئيس، وهذا الشخص الذي يتحدث معين من رئيس الجمهورية. أي كلام من هذا؟ وكيف يمكن نسمح لهذا؟ إذا أراد أن لا يرفع لا يتعين، إذا أراد أن يرفع على من آخر ينتظر حتى يفك الارتباط. أما ونحن ما زلنا تحت الجمهورية اليمنية، فلا يحق له قانونيا ودستوريا أن يرتكب مثل هذا الفعل، وعلينا أن نضبط الجماهير ونضبط الفعل وفقا للقوانين المحلية وفقا للدستور. أشكرك دكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، كنت معنا في حلقة اليوم. كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان، وتحيات الزملاء محمد المقبلي وكذلك منتج البرنامج منصور النقاش وجميع أفراد الطاقم الفني. إلى اللقاء.